السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة إسباس نجمة. اليوم غادي نحضر معكم بسبوسة بلا كريم البيضة، كتجي زوينة ومديدة. نتمنى انكم تجربوها وما فيهاش مقادير بزاف. بالنسبة للمقادير، هنايا عندي جوج بيضات يكون حجم ديالهم متوسط، عندي ساشية ديال باني، عندي خمارة واحدة، عندي نص كاس ديال السميدة، نص كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال السميدة، السميدة عندي هنا ديال الحرشة، عندي قرصة ديال الملح، وهنايا ياغورت طبيعي بنكهة الفاني. بسم الله على بركة الله. دابا غادي ندوزو للطريقة، غادي ندير قرصة الملح ديالي، غادي نضيف البيض، غادي نضيف عليها ساشية ديال الفاني، غادي نخلط هاد المكونات مع بعضها. غادي نضيف شويه بشويه زيت المائده، هذه كميه درتها درت زعما كميه صغيره، حيت غادي نديرها في الكيك المول، المولات الصغار، كيك المول العجين كي تنقولوا له، واللي ما كتوفرش على كيك المول العجين يمكن تضيف دير الكيك المول العجين الكبير. انا غادي نضيف الياغورت، هنا عندي بنكهة الفاني، ايوا اللي مهم البنات انا نسيتو، سنيدة. هنا غادي نضيف السميده، ولكن غنضيف شويه بشويه حيت كاينه السميده اللي كتشرب. هنا عندي جوج كيسان ديال العنبه، غادي نشوف الا كفاتني الكميه، ما غاديش نضيفها كامله، المهم الكميه كتبقى عينكم لسانكم، وعاد انا السميده كتشرب. غادي نزيد واحد شويه، غادي نضيف خمارة كيماوية،
تشوفوا غادي نجي نعمرهم. وكنعمروهم مش كله حتى الفم زعما، يعني كنخليو فيهم واحد البلاصه فين غادي تخمر. هنا يا البنات غادي ندوز معكم الكريمه اللي غادي نعمروا بها البسبوسه. عندي هنايا كاس ونص عبر كاس عنبه ديال الحليب بارد، غادي نضيف له ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده. الطبقه زي كيبقى لكم كل واحد ذوقه. هنا عندي ثلاثه المعالق ديال النشا، صافي كيف ما كتشوفوا غادي نخلط المكونات مع بعضها وغادي نديها فوق البوطه، يعني فوق النار مهيله. كنحرك الخليط ديالي مع الاستمرار حتى كيعقد، صافي. ومن بعد ملي كيعقد كنضيفوا له ياغورت مسوس. هانتوما تشوفوا معايا كلشي، هانتوما كيف ما كتشوفوا بعد ما طاب، بعد ما عقد ليا كنضيف له ياغورت طبيعي بدون سكر. كنخلط المكونات مزيان، كريمه كتجي زوينه لذيذه. يعني الا بغيتو تنسمو بالفاني، يعني اولا قشور ديال الحامض ليزيست اولا ديال الليمون. هنايا هما لي كيك ديالي بعد ما طابو، كنقلبهم كيف ما كتشوفو كيجيو غزالين محمرين. عندي هنايا شي حدا شي جوج حبات لي ما محمرينش من تحت، ولكن ماشي مشكل هما طايبين في الوجه ديالهم. عندي هنايا السيرو بالسقيت، درت كاس درت نص كاس ديال السنيده مع كاس ديال الماء، ما بغيتش نكثر السكر بزاف لحقاش عندي كريمه حلوه والبسبوسه حتى هي حلوه. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كنسقي بالمعلقه باش كيشربوا كيجيو هشاش. واخا هكا كيف ما كتشوفوا هنايا ما عنديش سباتولا باش غادي ندير، كندير بمعلقه صغيره مع السميده كتشرب ضيات تبارك الله شربوا ليا. صافي هنايا كنعمر بديك الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا، وتزيان كيبقى لكم خصيه كتزينوها باش ما بغيتو كتعمروها كتجي لذيذه صراحه. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. وصافي هنايا بعد ما غادي نكمل غادي ندخلها غنزينها بالتزيين اللي غادي تشوفوا من بعد. غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد وتعقد اكثر، وغادي نقدمها لكم بالصحه والراحه. ها هي بعد ما ساليتها كيف ما كتشوفوا كيجي مضر غزال وزوينه. وهنا زوقتها بشويه ديال اللوز مهرمش، حمرته شويه ودرتو شويه درتو في الوسط. يعني كتزين تزين كيبقى لكم اختيار، ماشي بالضروره انكم ديروا بحال تزينوا، تقدر تزينوا بالفوتين حتى هو راه كيجي زوين، اولا تزينوا بالبيض نسي شوكولا نوار. يعني طال الزواق صافي. هنا درت عليه يعني زوقت شويه الورد كاضافه، يعني ما كانش ماشي بلاش لحقاش ما كناكلوش بطبيعه الحال، كتبقى كتزين كاضافه.
صافي، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تخليو لي البصيمه عافاك الى تفرجتي بطبيعة الحال وعجبك الفيديو. ما خسرتي والو 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 الى درتي واحد اللايك، ولا ما كنتيش مشتركه مرحبا بك، شاركي معايا في القناه باش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وهي كيف ما كتشوفوا بعد ما طابت راه كليت معكم وحده دقت معكم، كتجي لذيذه وصدقوني غتعجبكم اكيد اكيد، وغتعجب حتى الوليدات الصغار. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه ومسقيه يعني ما ناشفاش. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم كما قلت لكم، وكيف ما تنساوش ديروا لي اللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو فيما بغيتو، والى فيديو قادم ان شاء الله.